هذا ليس مقطعا من غزة أو من كابل أو بغداد، إنه ببساطة حي باب سباع في حمص محافظة الوليد الصامدة، من المحافظات السباقة في ثورة الحرية السورية، وأول من لبى نداء أهالي درعا منبع الثورة وشرارة شعلتها الأولى التي أضاءت كافة أرجاء الوطن السوري. لا غرابة إذن أن تنال النصيب الأوفر من الخراب والدمار والنهب على أيدي شبيحة نظام لا يؤمن إلا بالقتل والقتل فقط، فكما يقول المثل العربي الشهير إذا عرف السبب بطل العجب. الصورة أبلغ دائما من الحديث، فمثل هذه الصور التي لم تشاهد في حروب شرسة بين دول تحكم العالم تحير العقول وتدعو إلى تساؤلات عدة. لماذا هذا العقاب الجماعي؟ وما الحكمة من أعمال النهب والتدمير لممتلكات مواطنين تمثل مصدر رزقهم الوحيد؟ بل لماذا الإقدام على تخريب البنية التحتية التي تم توفيرها من قبل النظام ذاته؟ هل يا ترى كانت هذه الممتلكات الجمادية مندسة إرهابية؟ هل قامت بتنفيذ عمليات ضد المواطنين الآمنين فطلبوا تدخل الشبيحة لإنقاذهم منها؟ أم هو النمط الجديد للإصلاحات في هذا العالم على الطريقة البعثية؟ أو ربما هي الطريقة الوحيدة لتلبية طلبات الشعب بتسريع الإصلاحات فتمت على الفور ولم يتردد النظام في تنفيذها. تساؤلات ستبقى ماثلة في الأذهان إلى أن تنتصر الثورة السورية وتتكشف حقائق لم تخطر على بال بشر لنظام عاث في الأرض فسادا. لكن التساؤلات الأهم، هل ستثني كل هذه البلطجة والتعسف والتنكيل من عزيمة شعب سئم الذل والهوان والظلم والاستبداد؟ هل ستجبره على الرجوع إلى الخلف وإعادة التأمل مرة أخرى فيما يتوق إليه من حرية وكرامة؟ الأيام الخالية من عمر الثورة السورية المجيدة أثبتت لنا العكس تماما، فالشعب تقبل كل ما واجهه من قتل وتعذيب وإرهاب بقلوب صلبة لا تلين وإلان الحديد وإرادة شامخة في نيل الحرية والعيش بكرامة وتصميم على المضي قدما لتحقيق أهدافهم حتى آخر قطرة دم تروي أرضهم وتلونها بلون الحرية، الحرية التي وإن غابت عن واقعهم عقودا من الزمن فإنها لم تغب لحظة واحدة عن قلوبهم، وها قد حان وقت انتزاعها من بين فكي الأسد. غالب أحمد، أورينت نيوز.